بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. أحبائي وإخواني الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم الآن في مادة العقيدة، وخاصة نتحدث عن الصفات الواجبة للرسل إجمالا وتفصيلا. لكن قبل أن أحدثكم عن الصفات ومفرداتها، لابد أن أوضح لكم معنى كل كلمة في هذا العنوان. إيه المقصود بالصفات؟ إيه المقصود بالواجبة؟ إيه المقصود إجمالا؟ وإيه المقصود تفصيلا؟ وسأحاول أبسط، لأن أنا مدرك أن حضراتكم يعني لستم أزهريين، ولذلك أنا أبسط لكم التعليم تبسيطا شديدا. كلمة الصفات جمع صفة، والصفة علم على معنى قائم في الذات. أنا عندما أقول مثلا محمد، عالم أو كريم أو مجتهد، محمد مجتهد، فأنا وصفت محمد بالاجتهاد، أو محمد المجتهد، محمد الكريم، محمد العالم. لفظ محمد، الكلمة نفسها اسم، وكلمة العالم صفة. ايه الفرق بينهم؟ الاسم علم على الذات، على حقيقة اسمها محمد، شخص بشحمه ولحمه وعظمه وكنه وحقيقته، سميناه اسم علشان نميزه عن غيره، فقلنا هذا الشخص اسمه محمد. يبقى إذن محمد علم على الذات، على الحقيقة، ولذلك تجد وانت ماشي وحد يقول لك طلع لي الهوية بتاعتك، عايز اشوف الهوية بتاعتك، يعني الرقم القومي، علشان يشوف اسمك. يبقى الاسم علم على الذات. طيب محمد الكريم، الكريم هنا علم على مين؟ علم على معنى قائم في الذات، قائم في محمد، والمعنى ممكن يتغير، مش ليس علما على حقيقة محمد، ده علم على معنى تحقق في محمد، والمعنى هو الكرم أو العالم. يبقى المعنى هو العلم، وقد يتخلى عن العلم ويتخلى عن الكرم ويبقى جاهل ويبقى بخيل. إذن الصفة علم على معنى قائم في الذات. طيب خلاص عرفنا معنى كلمة صفة يعني ايه. طيب الواجبة، انا عندي كلمة الواجب، ممكن يبقى واجب عقلي، وممكن يبقى واجب شرعي، وممكن يبقى واجب عرفي. الواجب العقلي
هو الذي لا يقبل الانتفاء أصلا. أقول الله واجب الوجود لذاته، أي لا يقبل الانتفاء أصلا، يعني ما لا بد من تحققه، ومن طبيعته الوجوب الواجب لا يقبل الانتفاء. طيب المستحيل لا يقبل الثبوت، زي شريك الباري، شريك الله عز وجل. الله واجب الوجود، شريك الله أو شريك الباري مستحيل الوجود. زي ايه تاني؟ زي الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين. لو أنا جئت إلى طفل وقلت له أبوك طويل قصير، هل يقبل هذا الكلام؟ أو هل يقبل طويل لا طويل أو قصير لا قصير؟ لا يقبل، لأن الجمع بين النقيضين مستحيل، والجمع بين الضدين مستحيل. إذن الواجب العقلي لا يقبل الانتفاء، والمستحيل العقلي لا يقبل الثبوت أو الوجود. طب الممكن؟ الممكن استوى طرفاه إيجادا وعدما، يعني قابل لأن يوجد وقابل لأن يعدم. من الممكن يتوجد ومن الممكن يعدم، بس لازم اللي يوجده حاجة خارج عنه، الموجود الذي يكون خارجا عنه، لأن الممكن لن يوجد نفسه. ودي ده بحث فلسفي وما لناش دعوه بيه، بس انا عايز اوضح لكم اللفظ فقط. في واجب شرعي وجائز شرعي، وهي الاحكام العمليه، افعال المكلفين، اللي هو الواجب اللي هو زي الفرض، يعني الواجب اللي فيه امر صريح بيه ويترتب على تركه عقوبة شرعية، والجائز هو الجائز الشرعي المباح يعني. وهناك واجب عرفي وجائز عرفي وهكذا. هنا بنقول الصفات الواجبة للرسل، الصفات الواجبة للرسل. نعم، يبقى أنا الآن لا أتحدث عن الصفات الواجبة لكل البشر، ولكن للرسل خاصة أو للأنبياء. مو أنا الآن إذا أنا أفردت الكلام يبقى الرسول والنبي بمعنى واحد في الدلالة، لكن لو قلت للنبي وللرسول يبقى في فرق بينهم. لكن أنا لو قلت الرسول، ما المقصود به النبي برضه؟ يبقى الصفات الواجبة للرسل إجمالا وتفصيلا. إيه معنى الإجمال والتفصيل؟ الإجمال ليس المقصود به التعداد، يعني أشياء محددة، ولكن أقول يجب للأنبياء وللرسل كل كمال، ويستحيل عليهم كل نقص. حط تحت كلمة كمال دي مفردات من هنا لغاية أسوان، مفردات لمليارات الكيلومترات حط تحتها. يبقى أنا أقول ده اسمه إيه؟ اسمه صفات إجمالية، إن أنا ذكرت الحقيقة الكمال، لكن يندرج تحت هذا الكلي أفراد لا حصر لها، يندرج تحت هذا الكلي أفراد لا حصر لها. زي ما أقول كلمة إنسان، كلمة إنسان كلي، مفهوم كلي يندرج تحته كل البشر،
من أول آدم لغاية ما تقوم الساعة، واللي موجودين في العالم كله. أما تفصيلا فالمقصود تحديد المفردات، إيه بالضبط الواجب للأنبياء. هتقول لي واحد اتنين تلاتة، ما تقوليش كلام مجمل، قول لي كلام مفصل. ادي المعنى. يبقى إذن اديني فهمت دلالة العنوان اهو، الصفات الواجبة للرسل اجمالا وتفصيلا. اجمالا هتقول الآتي، للرسل الرسل يتصفون بكل كمال يليق بهم كأنبياء وكرسل، ويتنزهون عن كل نقص لا يليق بهم كأنبياء وكرسل. ده الإجمال. أما التفصيل، لا، الصفات الواجبة لهم تفصيلا أربعة. يبقى أنا عددت أهو، حددت، عملت تحديد للمفردات. وواجب في حقهم الأمانة، أي الأمانة وصدقهم والفطانة. والتبليغ. يبقى أنا عندي أربع صفات: الصدق، التبليغ، الفطانة، الأمانة. هذه الصفات يجب أن يتصف بها النبي والرسول. لا تجد نبيا ولا رسولا تخلى عن صفة من هذه الصفات الأربع. يبقى ده التفصيل. ولذلك أنت تقرأ هنا: ما يجب للرسل من الصفات، يجب أن يتصف الرسل إجمالا بكل الصفات الخلقية والخلقية التي تليق بذواتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما صفاتهم الخلقية، يعني تتعلق بالخلقة، فهي أن يكونوا كاملي الخليقة، حسني الصورة، مبرئين من العيوب والنقائص الخلقية والأمراض التي تنفر منها الطبائع البشرية. يعني عمرك ما تشوف نبي أبخر مثلا، أو رائحته كريهة، أو تيجي جنبه وتضع يدك على أنفك من رائحته أبدا. عرق النبي مسك، عرق النبي مسك، وريقه شفاء، وريقه شفاء ودواء. فلا يصيبهم عمى ولا عرج ولا شلل ولا مرض عقلي ولا بكم ولا صمم ولا برص ولا جزام، لأن ذلك يقتضي النفرة منهم وعدم قبول دعوتهم، فيكون ذلك للمنكر حجة. وطبعا أي مصلح له أعداء. وما أرسل الله من رسول إلا وجعل له أعداء. فهؤلاء الأعداء يستغلون الصفات الخلقية الزميمة لو توفرت، وينفرون الناس عنه. ولذلك لا يمكن أن تتوفر هذه الصفات الخلقية الزميمة في أي نبي من الأنبياء. وأما صفاتهم الخلقية، خلي بالكم أنا قلت خلقية وخلقية، فهي كل كمال بشري يليق بهم
لعلي استمع الى واحد منكم يقول يعني ايه الفرق بين الاثنين، يعني ايه خلقية وخلقية؟ ليه قلت على دي كده بالخلقية وقلت على الاولانية خلقية؟ خلقية تشير الى الخلق، الى الهيئة الظاهرية، هذه الى الشكل، طويل، قصير، ابيض، اسمر، شعره اكرت، شعره سايب، شعره اصفر، شعره اسود، عينيه خضراء، عينيه سودة، دي اسمها صفات خلقية تشير الى الهيئة الظاهرية. اما الخلقية، خلي بالكم المادة واحدة، الخاء واللام والقاف، تشير الى الهيئة برضو، بس الهيئة الباطنية مش الهيئة الظاهرية. الهيئة الباطنية، نعم انت فيك هيئتين، حضرتك ليك هيئتين، هيئة ظاهرية وهيئة باطنية. حضرتك انسان تتوفر فيك معاني الانسانية لا بهيئتك الظاهرية، لا بشكلك ولا بطولك ولا بعرضك، وإنما أنت إنسان تتوفر فيك معاني الإنسانية بهيئتك الباطنية اللي محدش شايفها، ودي اللي تسمى خلق. خلق بيسموها الهيئة الباطنية او الهيئة، في هيئة في النفس راسخة عنها يصدر الفعل من غير فكر ولا روية. ده الكلام ده تقرؤوه في كتاب تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق، وتقرؤوه للغزالي ولمسكويه وغيرهما. يبقى ادي الفرق يا جماعة بين كلمة صفات خلقية وصفات خلقية. الصفات الخلقية يعني الشكل الظاهري، الصفات الخلقية يعني الهيئة الباطنية، وأنت إنسان بهيئتك الباطنية. لكن الهيئة الباطنية كلما كانت حسنة كلما انعكس ذلك على الهيئة الظاهرية، ينعكس. أنت تشوف واحد، ترى إنسانا بمجرد أن تراه تستريح له، يذكرك بالله. أول ما تشوف الرجل ده، الرجل ده فيه نور كده بيشع من وجهه. طب انت جبت الكلام ده منين؟ قال لك ان الهيئة الباطنية بتاعته انعكست على ظاهره، انعكست على شكله. ولذلك الراجل الصوفي لما تقدم اليه رجل من الاقطاب والاولياء فرأى شكله وهيئته علامة على الصلاح والفلاح والنقاء، وطبعا الفلاح والصفاء والنقاء دي مسائل داخلية، هيئة باطنية، لكن هو شافها على وشه، فرح أنشد قائلا: رق الزجاج وراقت الخمر. يعني شبه باطن الولي هذا بإيه؟ بالخمر، وشبه ظاهره بالكاس، الكاس اللي بيتحط فيه الخمر اللي هو الزجاج الصافي النقي. فقال: رق الزجاج وراقت الخمر، يعني صفت الخمر، وتشاكلا، يعني اصبحوا زي بعض، يعني دي صافية ودي صافية، دي راقية ودي راقية، دي رائقة ودي رائقة. وتشاكلا فتشابه الأمر. إيه تشابه الأمر؟ يعني أنا مش عارف أنه فيهم القدح وأنه فيهم الخمر، فين الكاس وفين الخمر؟ الاتنين امتزجوا ببعض وكأنهم حاجة واحدة. رق الزجاج وراقت الخمر وتشاكلا فتشابه الأمر،
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. هذا هو الامتزاج بين الصفات الخلقية والصفات الخلقية. هذا بالنسبة للولي العلي، فما بالك بالنبي، ما بالك بالرسول. طيب، هنا الصفات الخلقية زي ايه؟ الصفات الخلقية كالشجاعة والصبر والمروءة والحلم والعدل وغيرها من الصفات المحمودة. طيب ليه النبي تتوفر فيه هذه الصفات؟ يعني ليه يبقى شكله كويس وجسمه كويس وهيئته كويسة ولازم يبقى عنده صفات خلقية كويسة؟ ليه؟ قال لك لأنه قدوة. ما تنسوش أن النبي قدوة. النبي ليس قارئ نشرة، ليس قارئ نشرة جاي بلغنا أخبار وخلاص وهو ما يعملش بيها. النبي ليس كالخطيب الذي يأمر الناس بالبر ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ويأتيه. لا، النبي قدوة وأسوة، فلا بد أن يتحلى بمكارم الأخلاق كما أنه يتحلى بجمال الهيئة وجمال الصفات الخلقية. ولذلك الكفار لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون قالوا له إنك لمجنون للنبي صلى الله عليه وسلم. هم وصفوه ويعلمون أنهم كذبة، وصفوه بالجنون وهم يعلمون أنهم كاذبون، لأنه عندهم أمين وصادق، والصادق الأمين لا يكون مجنونا. فأراد الله أن يسري عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له يا محمد هم وصفوك بالكذب كذبا بالجنون وهم لا يعرفون قدرك ووصفوك على قدرهم وعلى قدر خستهم ونذالتهم، وأنا الله رب العالمين أصفك على قدري وأقول لك إنك لعلى خلق عظيم. فأكدها بالإن وباللام، وإنك إن وكاف الخطاب واللام وعلى وعظيم. الآية كلها عظمة في عظمة، نور في نور. وإنك خطاب من الحبيب لحبيبه بالتأكيد هكذا، لا تأكيد فوق تأكيد، على أي أن النبي ليس ذا خلق بل هو فوق الخلق، هو متمكن من الخلق. الخلق مطية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق، كان من الجائز في غير القرآن أن يقف عندها وتؤدي المعنى، لكن لا، وصف هذا الخلق بالعظيم. من الذي وصف القضية؟ من الذي وصف؟ من الممكن أن تلميذا يصف زميله التلميذ بأنه شاطر ناجح بأنه بيفهم. فرق بين أن يصف التلميذ زميله وبين أن يصف التلميذ أستاذه. أستاذه هو اللي يقول له ده أنت شاطر، برافو عليك، أنت من الأوائل. يفرح جدا لما يسمعها من أستاذه ويبقى لها وقع. فليس كل وصف، ليس كل وصف يساوي الوصف الذي يماثله في المبنى ولا المعنى. لكن ارجع إلى الواصف، انظر من الواصف الذي وصف
النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون حسالة البشر، والذي وصف النبي بأنه على خلق عظيم العظيم الذي لا عظيم فوقه، العظيم الذي لا عظيم فوقه، وإنك لعلى خلق عظيم. ما يجب للرسل تفصيلا من الصفات؟ يجب للرسل تفصيلا 4 صفات كما قلت لكم: الصدق، الأمانة، التبليغ، الفطانة. هل دي كل الصفات؟ لا، أنا قلت هذه الصفات الواجبة، لكن هناك صفات جائزة كثيرة جدا. إيه الصدق؟ أنا أقول هذا الرجل صادق وهذا الرجل كاذب. إيه مفهوم الصدق؟ الصدق مطابقة الخبر للواقع. يعني إيه؟ يعني يتوفر في الصدق 3 نسب: نسبة ذهنية، نسبة كلامية، نسبة واقعية. الكلام أصلا في الفؤاد، أصلا في الفؤاد. يعني هل أستطيع أن أصف الأخرس بأنه متكلم؟ أيوة أستطيع أن أقول الأخرس متكلم. ليه؟ لأن الكلام في فؤاده، يستطيع أن يعبر عنه بغير لسانه، يعبر عنه بالقلم مثلا، يعبر عنه بالإشارة، ويبقى كلام برضه ويؤاخذ عليه أيضا. أما اللسان مجرد أداة ناقلة للكلام من الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، دليلا فقط. يبقى أنا عندي نسبة داخلية اللي هو النسبة الذهنية، نحن نعبر عنها بالنسبة الذهنية اللي هو الفكر، فكرت في الكلمة أو في واقعة، اللسان نطق بها، اللسان تكلم. هذا الكلام الذي هو ألفاظ، إذا صادف واقعا، إذا كان مطابقا للواقع، مطابقا للواقع كان صدقا. طب إن لم يكن مطابقا للواقع كان كذبا. يبقى الصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع. طب هل هناك فرق بين الصدق وبين الحق؟ أقول هذا الرجل يقول الحق، وقوله الحق، وقوله الصدق، إيه الفرق بينهم؟ العلماء قالوا لنا كده، قالوا إن الصدق مطابقة الخبر للواقع، فالمطابقة تأتي من الخبر للواقع. أما الحق فيأتي من الواقع أولا، ونشوفه هيطابق الكلام ولا مش هيطابق. يبقى مطابقة الواقع للخبر، مطابقة الواقع للخبر ده اسمه حق، مطابقة الخبر للواقع ده اسمه صدق. قال لك طيب ما ممكن أنت تقول كلاما ولا تقصد الكذب، هل تكون كذابا؟
هنا بعض العلماء قالوا لا، أصل الصدق صدقان، صدق حقيقي اسمه صدق في نفس الأمر في الواقع ونفس الأمر، وفي صدق تاني اسمه صدق في الاعتقاد. صدق في الاعتقاد أي أنا أعتقد هذا الحدث، فلو قلت هذا الكلام أعتقد، أقول مثلا إيه الآن رئيس الجامعة موجود في أسيوط مثلا، رئيس الجامعة موجود في أسيوط، فلما فتشنا لقيناه ما غادرش مكتبه في القاهرة، فنيجي نقول لك انت كده كذاب، تقول لا انا مش كذاب، لان انا من في اطلعت على جدول اعماله ووجدت ان في جدول اعماله ان في الساعة اللي انا بقول لك فيها دي هو يبقى في اسيوط، يبقى اسمه ده صدق في الاعتقاد، يبقى الخبر غير مطابق للواقع لكن انا صادق، انا صادق مش كذاب، يعني ايه لا اتهم اخلاقيا، لا يترتب علي مسؤولية او جزاء اخلاقي، لا يترتب علي جزاء اخلاقي، لان الكاذب يترتب على كذبه جزاء، مسؤول اخلاقيا عن كذبه ويترتب عليها جزاء، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طب ايه فايدة الكتابة؟ ان ده يدخل بها الجنة وده يدخل بها النار. والرسول قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. اذا الصدق في الاعتقاد يبرئه من المسؤولية والجزاء الاخلاقي. طب دي تفيدنا في ايه؟ تفيدنا ان ممكن النبي يقول كلاما غير مطابق للواقع وهو صادق ايضا، لم يتخلى عن صفة الصدق. هل لا مثال؟ اي ولا مثال. في حديث ذي اليدين الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة رباعية، فإذ به يصلي ركعتين فقط ويسلم، يقرأ التشهد ويسلم، فقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ اسمعوا، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شوفوا الأدب، ما قالوش أنت ليه صليتها ركعتين، ده قال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، لا قد كان. إزاي كل ذلك لم يكن؟ إذن هذه الجملة تفيد أن الرسول قال كلاما غير مطابق للواقع، فهل كل كلام غير مطابق للواقع يعد كذبا؟ لا، هنا الصدق في الاعتقاد، أي الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقد أن ذلك لم يكن فهو صادق وإن جاء الأمر على خلاف الواقع. أدي معنى الصدق. يبقى إذن الصدق صدقان، صدق بحسب الاعتقاد، والثاني هو الأخص من الأول وهو مطابقة الخبر للواقع في الواقع ونفس الأمر، في الواقع ونفس الأمر. طب إيه يعني في الواقع ونفس الأمر؟ يعني هل ده يعني هيفيدنا في شيء؟ قالوا نعم يفيدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم
جاء وادعى أنه رسول وقال أنا رسول الله إليكم، فهذه الدعوة خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. طيب وبعدين أبلغكم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، يبقى ده أحكام شرعية. يبقى الأول دعوى النبوة، ادعى النبوة قال أنا نبي أو أنا رسول. الثاني بين لي أحكاما شرعية. وفي مرة تالتة ألاقي النبي يكلمني في أشياء دنيوية، يحدثنا في أشياء دنيوية، يعني مثلا عندما يعد للحرب يستشير صحابته، عند تأبير النخل كان له رأي مختلف، وهكذا في الأمور الدنيوية العادية التي ليست من النبوة في شيء ولكن من الأمور العادية البشرية المعاشية الحياتية. يبقى أنا أمام ثلاث مناطق للنبي: دعوة الرسالة، أحكام شرعية، كلام دنيوي. يجب أن يكون النبي صادقا في الواقع ونفس الأمر في دعوة النبوة، ويجب أن يكون صادقا في الواقع ونفس الأمر في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية. أما في الأمور الدنيوية يجوز فيها أن يكون صادقا في الواقع ونفس الأمر، وأن يكون صادقا في الاعتقاد حتى ولو خالف الأمر الواقع. فهنا تحدث الكتاب أو المؤلف عن أنواع الصدق، فقال يتنوع الصدق إلى ثلاثة أنواع: الأول صدق في دعوى الرسالة بأن يكون الرسول صادقا في قوله إني رسول الله إلى من أرسل إليهم من البشر، لابد أن يكون صادقا في هذا. عندما يقول أنا رسول الله إليكم لابد أن يكون صادقا، وهذا النوع من الصدق لابد أن يكون فيه مطابقة الخبر للواقع في الواقع ونفس الأمر، أي بالمعنى الأخص. طيب اثنين، صدق في الأحكام الشرعية وفي المسائل العقدية، يعني عندما يقول الله واحد، الله قادر، الجنة، النار، الميزان، الحساب، الصراط، ثواب الطائعين، عذاب العاصين، صدق في الأحكام الشرعية وفي المسائل العقدية التي تنزلت بهما هذه الرسالة. هذا النوع من الصدق لابد أن يكون بالمعنى الأخص، أي صدق في الواقع ونفس الأمر. الحالة الثالثة صدق في غير ذلك من أخبار، أخبار أخرى لا تتعلق لا بالنبوة ولا تتعلق بالتشريع. صدق في غير ذلك من أخبار، أي من في غير دعوى الرسالة وما جاءت به، كحضور زيد وغياب عمرو، وهذا النوع من الصدق يكتفى فيه بالمعنى الأعم بمطابقة الخبر للواقع ولو بحسب الاعتقاد،
وإن لم يطابق الواقع ونفس الأمر. إلا أن هناك فريقا من الباحثين يعز عليه ذلك ويقول لا، النبي صادق في الواقع ونفس الأمر في حياته كلها، سواء ما يتعلق منها بالتشريع أو بدعوى النبوة أو ما يتعلق منها بغيرها من أخبار. طب دليلكم إيه يا جماعة؟ قالوا دليلنا قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى، أي أن الرسول صادق في كل ما يقول، حتى ولو كان يتكلم في الكلام العادي، حتى ولو كان يتكلم في المزاح، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدقا، وكان بساما ضحاكا صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب الدليل عليه، هناك أدلة عقلية ونقلية على وجوب اتصاف الرسول بالصدق، هذا ما سنبينه إن شاء الله، ونذكر بقية الصفات تباعا في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.